ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو بتاع النهارده جمعت لكم اشهر انواع الغسولات اللي موجوده في الصيدليه، وان شاء الله يعني مهما كان ايه نوع بشرتك هتلاقي غسول مناسب في الحاجات اللي انا هتكلم عنها، سواء انتي دهنيه، حساسه، عاديه، جافه، ايا كان هتلاقي غسول مناسب النهارده في الفيديو. وكلها حاجات طبيه، ويعني 90% من الحاجات اللي هتكلم عنها هي منتجات مصرية وموجودة عادي هتلاقيها في كل حتة، بس في الأغلب هتلاقيها في الصيدليات الكبيرة مش الصيدليات الصغيرة اللي بتبقى تحت البيوت. فلو انت مهتمة شوفي الفيديو للآخر، ما تنسيش لايك وشير، اشتركي في القناة، دوسي على زرار الجرس لو حابة تشوفيني تاني، وطبعا ما تنسوش تعملوا فولو للانستجرام بتاعي وجوين الجروب، لان اغلب المنتجات اللي بتكلم عنها على القناة اغلب الوقت يعني بتبقى موجودة عندي متقسمة بسعر اقل وبحجم اقل. لو انت مثلا عايزه تجربي منتج ومش عايزه تدفعي كتير، فلو انت مهتمه يعني بيبصي كده بصه، ويلا بينا نبدا الفيديو. بس خلينا نقول كده قبل ما نبدا الفيديو، ان عشان تعرفي تختاري الغسول المناسب لازم تبقي عارفه نوع بشرتك، ولازم برضو تبقي واخده بالك من نقطه ان انت لما بتبقي في الصيف بشرتك حالتها بتتغير عن مثلا الشتاء عن الخريف. عموما البشرة ما بتفضلش على حالة واحدة. طيب انت ازاي تعرفي نوع بشرتك؟ اغسلي وشك عادي باي حاجة عندك، وابدأي سيبي بشرتك ما تحطلهاش اي كريمات، ما تحطلهاش اي حاجة، وراقبي رياكشن بشرتك عامل ازاي. لو انت بشرتك كلها بتنزل زيت من كل حتة، طبعا انت دهنية. لو انت بشرتك بتنزل زيوت بس من عند الجبهة والانف والدقن وخدودك ناشفه، ده معناه ان انت مختلطه. لو انت بشرتك ما بتنزلش زيوت خالص، وشك طبيعي كده، يبقى انت بشرتك عاديه. لو انت وشك كله بيقشر فانت بشرتك جافه. وطبعا ممكن اي نوع بشره تبقى حساسه، يعني اي نوع بشره جاهز جدا انها تكون بشره حساسه. بس في حاجه عايزه اقول بقى طبعا عليها، ان احنا بما اننا في الشتاء والجو برد شويه، فكده كده بشرتنا بتميل للجفاف اكتر. فخلينا نتكلم مع اغلب الناس على انهم هيبقوا مختلطة لجفة، يا اما جافة جدا. ده اغلب الناس بتبقى حالة بشرتها في فصل الشتاء، خصوصا لما يبقى الجو برد قوي. فخليني ابدأ معاكم باول غسول. اول غسول معايا هو الغسول بتاع كولاجرا فيتامين سي. ده شكله، ده هتلاقوه موجود في الصيدلية، وللأسف انا فعلا مش فاكرة الاسعار دلوقتي. المفروض ان هو غسول للتفتيح وانتي ايجينج، يعني للتقدم في العمر وكده، وانتي اوكسيدنت عشان الاكسدة. خلينا بس متفقين على حاجة، انت لما هتجيبي غسول مهما كان ايه مكتوب عليه، هو يعتبر خطوة واحدة في روتين كامل. يعني انت مش هتجيبي مثلا منتج واحد يعالج حبوب، مش هتجيبي منتج واحد يعالج اكسدة، مش هتجيبي منتج واحد يفتح. بس خلينا نقول ان هو كويس عشان خاطر يتحط في روتين يكمل شغل الروتين ده. طيب هل هو بيعمل تفتيح او انتي ايجينج او انتي اوكسيدنت فعلا هو كغسول لوحده؟ لوحده لا، لكن الغسول حلو فعلا، وحلو ان انت تحطيه في روتين فعال يساعدك ان انت فعلا تفتحي، فهو خطوه حلوه. فمن هنا اقدر اقولك ان الغسول بيفتح، حلو للاكسده، وحلو كمان لو انت بتتقدمي في العمر، فهنا اقدر اقولك الغسول حلو. طيب هو ايه مميزاته؟ هو انا شايفه ان هو مناسب لاي نوع بشره، واهم ميزه فيه بالنسبه لي انه حلو جدا للناس اللي بشرتها حساسه واول مره تستخدم فيتامين سي في حياتها، فدي هتبقى حاجه حلوه جدا. هو اسوأ حاجه فيه ان ملمسه غريب، ملمسه لونه ابيض لزج كده، تحسي ان هو انت مايس كده ليه في نفسك يعني. لكن هو كغسول هو حلو جدا، وانصح اي حد بصراحه ان هو يجربه، واي نوع بشره بصراحه هيرتاح عليه، فكويس قوي. الغسول اللي بعد كده هو الغسول بتاع ديرماتيك، وده المفروض ان هو مخصص للناس اللي بشرتها دهنيه. المفروض ان هو للناس اللي بشرتها دهنيه وفي نفس الوقت مختلطه. طيب انا شايفه ان هو حلو فعلا للبشرتين، سواء انت دهنيه او مختلطه. في الصيف هتحبوه اكتر، في الشتاء ممكن تحسوا ان هو بينشف سيكه، لكن لو انتوا بتستخدموا معاه مرطب للبشره كويس يكون لايق على فصل الشتاء، ساعتها هنا اقدر اقولك ان هو مناسب جدا لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه، وساعتها هيعجبك. حلو في ان هو بيتحكم شويه في افراز الزيوت، بس زي ما قلت لكم مياله ليه اكتر في الصيف. في كل الاحوال انصحكم بيه، وطبعا موجود في الصيدليات. الغسول اللي بعد كده هو الغسول بتاع بوكيتو، اللي هو الفيشل كلينزر. ده فيه الوفيرا وفيه كامومايل وفيه ساليسيليك اسيد. المفروض ان الغسول ده مخصص للناس اللي بشرتها دهنيه ومعرضه للحبوب. الغسول حلو قوي قوي قوي.
الشركه دي انا اصلا كنت عامله لكم ريفيو كامل عن منتجات البشره بتاعتها، بسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. الغسول فعلا حلو ومناسب للناس اللي بشرتها حساسه لو عندها حبوب، هو بس فيه ممكن ريحه شويه، لكن انا شايفه ان الريحه مش مؤذيه تماما. يعني انا فعلا الغسول معلش اي تعليق عليه بصراحه، شايفه ان هو حلو بس في حاجات ريحتها اهدى من كده. بينظف البشره كويس جدا، كويس قوي ان انت تحطيه كخطوه للحبوب، مش بينشف البشره ودي حاجه حلوه جدا. شايفه ان هو مناسب برده في الصيف اكتر، في الشتاء هتحتاجي معاه مرطب كويس. واغلب غسولات البشره الدهنيه هتلاقيني بقولك هي احلى في الصيف اكتر من الشتاء. طب ليه؟ عشان خاطر احنا في الصيف البشره بتزيد اكتر والحبوب ساعتها بتكتر اكتر، لكن في الشتاء البشره ساعات بتميل للجفاف حبه. فلو انت عندك حبوب برضو استخدميه، او حتى ما عندكيش حبوب وعايزه كوقايه من الحبوب استخدمي الغسول بتاع البشره الدهنيه عادي. لو هو بينشف سيكه مش مشكله، بس اختاري بقى مرطب مناسب. لو عايزين نعمل لكم فيديو للمرطبات بعد كده مفيش مشكله، كنت عامله فيديوهين للمرطبات قبل كده اصلا، فبسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. يعني حاجات طبيه وحاجات عاديه، لكن في كل الاحوال هو ينفع والعبره كلها في المرطب. طيب الغسول اللي بعد كده وهو غسول الترا فير، وده من شركة ماش. ده شكله الغسول ده فيه بقى مميزات كتير جدا، هو ينفع لأي نوع بشرة أي نوع بشرة. هو المفروض غسول مخصص للتفتيح، هل هو بيفتح؟ هو خطوة مقبولة للتفتيح، لكن هو كغسول مش بيفتح خالص يعني لوحده. حتى لما بيتحط في روتين هو مش أقوى حاجة هتستخدميها، لكن كويس جدا بالنسبة لسعره. في فيتامين اي وفي عرق سوس وكده، يعني كويس. هو بس عيبه ان هو ريحته شبه الصابون، مناسب عادي لاي نوع بشره حتى لو حساسه. الميزه فيه انه ينفع لاي فصل من فصول السنه عادي جدا. اكتر ناس هترتاح عليه الناس اللي بشرتهم جافه، الناس اللي بشرتهم دهنيه هيحبوه في الشتاء خصوصا. فانا بصراحه يعني كتير بشكر في المنتجات بتاعت الترا فير، والغسول انا انصحكم بيه عامه. الحاجة اللي بعد كده هو الغسول بتاع الدرماتيك فيتامين سي. ده شكله الغسول كويس جدا، مناسب برضو لأي حد أول مرة يستخدم فيتامين سي، لأن هو لطيف على البشرة مش بيحسس البشرة. المفروض انهم هو مش بيقعدوكي بحاجة، بس هو فيتامين سي عموما حلو عشان خاطر التفتيح وعشان خاطر الأكسدة. وشايفة برضو ان هو خطوة فعالة جدا انه تحط في روتين تفتيح أو أكسدة، هيبقى حلو قوي قوي. مش بينشف البشرة، لطيف. طبعا في ناس هترجع تقولي احنا محتارين ما بين كولاجرا وما بين درماتيك. انا شايفه ان الاثنين حلوين بصراحه، وشايفه ان الاثنين يعني شبه نفس الشرح اصلا. فلو انت عايزه ده او ده الاثنين كويسين، ولو انت لقيتي واحد والتاني لا عادي، اقضي امورك الاثنين حلوين ومناسبين عادي لاي فصل مش مشكله. الغسول اللي بعد كده هو بتاع كليو، اللي هو بتاع التفتيح، كليو جلو. الغسول ده بيعمل زي تقشير لطيف كده للبشرة، هو مخصص للتفتيح وينفع للجسم كمان. الغسول حلو جدا، مش بينشف البشرة. ممكن في الشتاء تحس انه بينشف سيكة صغننة، بس عادي زي ما اتفقنا الترطيب بيظبط الدنيا. خطوة فعالة جدا 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 ان انت تحطيها في روتين للتفتيح. اللي عجبني فيه ان هو كمان ينفع للجسم، فممكن تجيبيه كشاور جل كمان، فحلو قوي ومناسب لاي نوع بشرة. الغسول اللي بعد كده وهو كليو بتاع الحبوب. ده المفروض ان هو برضو فيه ال اتش اي، ده بتبقى عباره عن تقشير خفيف كده للبشره. شايفه ان هو حلو جدا، هو للبشره المختلطه والدهنيه في نفس الوقت. زي ما اتفقنا بينشف سيكه. وعايزه اقول لكم على حاجه، انت ممكن تكوني الغسول حلو معاكي في الصيف بس مش حلو في الشتاء، عشان خاطر هتقولي ده طلع لي حبوب، ده نشف بشرتي. فدايما خدوا بالكم اي غسول بنسبه كبيره هينفعك، لكن العبره في المرطب اللي انت بتستخدميه بعدها او السيرم او هكذا. يعني الغسول هو ما هو الا مجرد خطوه مبدئيه، لكن يعني بحس الغسولات هي حاجه بسيطه قوي ان انت تحكمي عليها انها حلوه او وحشه. فاهمين قصدي؟ يعني نادرا قوي لما هتلاقي حاجه فعلا مش حلوه او حاجه فعلا مؤذيه للبشره، لكن هي العبره شويه بحسها في الكريم المرطب اللي انت بتحطيه. فحلو جدا وانصحكم تجربوه. في بقى برده كليو، بس ده مش معايا، الغسول بتاع البشره الجافه. هو نفس الشكل بس لونه ازرق، ممتاز جدا. هتقول الناس اللي بشرتها جافه او عاديه او مختلطه هتحبه، الناس اللي بشرتها دهنيه ممكن تحبه في الشتاء بس مش هتحبه في الصيف. حلو قوي برده. الغسول اللي بعد كده هو الغسول بتاع اكرين، اللي هو من شركه انفينيتي.
حلو قوي قوي بصراحة. هو المفروض البشرة الدهنية والمختلطة مش بيسد المسام، ومكتوب عليه ان هو حلو للرؤوس السوداء. هو مش حلو للرؤوس السوداء خصوصا، ولكن كغسول هو خطوة حلوة ان هو ينظف معاكي بشرتك، فما يمنع تراكم البثور السوداء. كنت عليكم فيديو كامل عن موضوع البثور السوداء لو انتوا يعني حابين تشوفوه. الغسول ده مكتوب عليه ان هو سعره 100 جنيه، كويس قوي وحبيته بصراحة، وانصحكم ان انتوا تجربوه. يعتبر ده ارخص غسول في المجموعة كلها اللي انا اتكلمت عليها النهاردة. على فكرة اخر غسول معايا، وده مش شركة مصرية، ده تيم ديرم بتاع ايزيس فارما. الغسول ده انا بعشقه، هو في حدود ال 200 جنيه. الغسول حلو قوي قوي قوي، مناسب لاي نوع بشره فيها حبوب. يعني انت حتى لو بشرتك جافه وفيها حبوب هاتيه، هو اصلا للبشره المختلطه والدهنيه. وحلو قوي لو انت بشرتك حساسه وعايزه تستخدمي حاجه تعالج معاكي الحبوب، وخايفه تستخدمي حاجه تضايق بشرتك، لا هاتي غسول ايزيس ده، حلو قوي قوي وانصحكم جدا جدا ان انتوا تجربوه. طيب انا عارفه السؤال بتاع كل مره، احنا محتارين نشتري ايه. طيب خليني اقول لكم، لو محتارين في غسول فيه فيتامين سي زي ما اتفقنا، كولاجرا ودرماتيك الاثنين حلوين. طب لو انت عايزه حاجه تفتح وتبقى فعاله، اي واحد من الثلاثه هينفع، بس الفكره في السعر. الالترا فير هيبقى ارخص، فيتامين سي طبعا، فيتامين سي طبعا خطوه للتفتيح. وفي كل الاحوال هم الثلاثه حلوين ان انت تحطيهم كخطوه للتفتيح، ومعاهم طبعا كليو برضو كويس للتفتيح. بالنسبه للحاجات اللي انا اتكلمت عنها في الحبوب، انا شايفه ان اكرين انسب واحد في الايفكت وفي الـ في الـ في السعر، وشايفه كمان ايزيس حلو، بس هو الفرق في السعر يعني. فبس انا بصراحه كل الغسولات اللي اتكلمت عنها النهارده انا حباها، عشان كده طلعتها معايا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك شير، اشتركوا في القناه زي ما اتفقنا. اعملوا لايك لان ده بيساعد ان الفيديوهات تطلع لناس اكتر، واكتبوا كومنتات، وانا صدقوني بحاول ارد، بس انا اتشغلت جدا الفتره اللي فاتت، حتى اهملت اليوتيوب شويه فسامحوني. وزي ما اتفقنا، روحوا على الجروب او الانستجرام بتاعي، هتلاقوا اغلب الحاجات دي بتتباع تقسيم. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي.